تمكن القطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي تسلل قصور مصنع للبلاستيك بدائرة قسم 2 أكتوبر، وبحوزتهم أسلحة نارية هاجموا بها خفير خصوصي وثلاثة عمال بالمصنع. بس جابنا احنا الثلاثة وكتفونا ووقف علينا واحد بسلاح فعفرت كده، جروا الثلاثة الجوة برضو، دخلوا على عم عبو هاب برضو وقعد كتفوه برضو نفس النظام، رجعوا علينا بيقولوا الكاميرات والكلام ده كله، ونروح مش عارفين حاجه، مفتاح الخزنه فين، ونروح ما عندناش مفتاح، كل حاجه مع صاحب المصنع. امكن التواصل ان في احد العمال السابقين اللي استمر عمله في المصنع لفتره قصيره سيء السمعه، سبق ان هو اترفد من اكثر من مصنع بسبب سوء سلوكه وطول يده على بعض المواد الخام. عملنا عده اكمنه بالتنسيق مع امن بني سويف والامن العام، امكن ضبط المتهمين جميعا. التشكيل العصابي استولى على خزينة المصنع بمداخلها من أموال إضافة لطن من مسحوق بودرة خام خاصة بإنتاج المصنع. خلنا الناس ربطناهم وثبتناهم وخدنا الحاجة ومشينا، طلع فوق جاب الخزنة وكسر المكتب وجاب سيستم الكاميرات ومشي، فروحنا معاه فلما الخزنة في حتة صحرا وقال لي تعالى نفتح الخزنة دي عشان نشوف فيها ايه، فروحنا فاتحين الخزنة. توهم المتهمون بعد سرقتهم لجهاز دي في آر الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة أنهم سوف يفلتون من قبضة العدالة، لكن أجهزة وزارة الداخلية ضبطتهم بالخزينة والأسلحة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث. لقيت اهتمام كبير جدا، الناس قعدوا أكتر من يومين تقريبا ما ناموش، بشكر كل الناس اللي قامت بمجهود